اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في تفاصيل واحد القصه مؤلمه ديال واحد الاب مكلوب عنده بنيته. هذيك البنت اللي كتشوفو سميتها رجاء، عندها 5 سنين، كتعاني من مرض باقي ما عرفناش من التفاصيل ديالو. الاب ديالها كيقول على ان هذه البنيته هذه كانت عاديه في حالها بحال كاع الوليدات، غير من هنا واحد 20 يوم فاتت كيتفاجئوا ان البنيته ديالهم كترجع الدم، يعني كثرت الدم وكثرت الدم بكميات كبيره. مشاو هاد بها الطبيب، الاب داها للمستشفى الاول ديال سيدي عثمان، شخصوا لها الحاله وقول لها خصك تمشي للمستشفى الجامعي بن ورلت. ياك سيدي المستشفى الجامعي بن ورلت. من موراها البنت دابا فما كيمشي عطاهم الرونديفو بعيد، الحاله ديالهم صعيبه، عائله الله يحسن العوان. نتمنوا ان تسمعوا هاد القصه بقلوبكم باش نقدروا نلقاو الحل لسي محمد والبنيته ديالو رجاء، اللي نقدروا نعتبروها بنتنا كاملين. رجاء بنيته اللي عندها 5 سنين، حالتها صعيبه، الظروف الماديه ديال الاب ديالها ما كتسمحش انه يعالجها في البخيفي، وعنده الراميد ديالهم حقو ان يديها للطبيب ديال الدوله، ولكن للاسف كاين بزاف ديال العراقيل قدامه. معنا ومعكم سي محمد اللي غادي يشرح لنا اكثر تفاصيل هذه القصه. نتمنى انكم تبارطاجيوها وتعاونوه لانه يستحق المساعده. شكرا لكم، ندوز لكم سي محمد ما نطولش عليكم باش هكا يشرح لنا اكثر تفاصيل هذه القصه هذه. هكا عمي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا اسم محمد الحلو، الاب ديال رجاء الحلو. عنده 5 سنين، مرضات ليا تقريبا هادي 20 يوم تبوعات ليا الدم. كانت شويه محسنه، ماشي كتلعب كتجري كلشي، ما محشوشاش بحال دابا بحال النور. غير في هاد 20 يوم ديتها من السبيطار واقفه، شي طيح. وغير البارح موقضه واحد شويه. اليوم عاد صبح وجهها من الفوق ما كتقدرش توقف على رجليها. تنفخ ليا الوجه ديالها، وجهها كان البارح كان رقيع ما كانش بحال النهار، وصبحت ما تقدرش توقف. دابا بدا المرض ديالها تقريبا واحد 20 يوم، تبوعات الدم ديتها هنا لسيدي عثمان. قال لي غدير لنا التلفازه وغدير دير واحد التحليله. درت هذيك التلفازه والتحليله رديتها ليهم، داروا لي الراديو ديال الصدر. قال لك عندها يمكن عندها القلب من فوق، غادي دير بني رشد. عمروا لي ورقه، مشيت لبني رشد، بني رشد شافوها خرجوا لي التحاليل. قال لي عندك الراميد؟ قلت لهم عندي الراميد. قال لي سير. مشيت باش ناخذ التحاليل، عطوني شهر الدري مبوع الدم. مشيت التجأت للمختبر ديال الفلوس، صيفط لي التحاليل كاملين، عاود رديتهم ليهم. قال لك دابا خصك دير لها التيو، والتيو عندنا هنا خاسر. قلت لهم المشكل، قال لك سير دير لها عاود تبوع الدم، عاود ردها لينا. جات من هذاك الوقت والله اعلم ما عرفت ما قالك تيو خاصها سير ديها حتى تعاود تبوع الدم ردها. البارح تبوعات واحد الكميه تقريبا واحد الكاس وشي حاجه ديال الدم اللي تبوعات ديتها عندهم. ملي ديتها عند حاله صعيبه راه تبوع الدم، راه ضروري شي متابعات من وراه. ملي ديتها لهم عاوتاني خرجوا لي التحاليل، قال لك غادي دير التلفازه والتحاليل تعاود من الاول عاد عاد تجيب دير التيو. والتيو حاليا دابا خاسر. دابا انا ملي مشيت واحد المده دابا 18 يوم من تما هو خاسر، حيت الاصلاح كيتصاوب على 48 ساعه 72 ساعه، ما يمكنش يبقى شهر وواحد كيتخلص عليه خدام عليه كيدير التيو والتيو خاسر كيتخلص فابور، وبنتي كتموت قدامي. ما كنتش كنتخيل غتمرض بحال هكا. ودابا كنطلب من الوزير يشوف اش يدير لنا مع المستشفى ديال بني رشد وديال سيدي عثمان، يشوف اش يدير ليا معاهم. بنتي يعني وبني رشد ما داروا معايا والو، كنخسر في الطاكسيات، كنمشي في الطاكسي في الليل 100 درهم كنمشي ونجي. كنطلب طوموبيل مع عند شي واحد، كنقول قدي الطوموبيل انا راني خدام، شوف لي سوق بك. كتولي طالب طوموبيل وطالب واحد كيسوق بك يمنك تا هو نهار ويديك، يبقى معاك 4 السوايع وفي الاخر النتيجه ما كاين والو كترجع. دابا كنطلب من الوزير يدير لنا شي حل، راه بزاف الدري دابا 20 يوم هي مريضة، هي كتحش بعدا كتنقص نهار بنهار. ديجا ليهم صحيحة واخا
اليوم ديالك شنو دابا الخدمه كنت كنبيع ونشري دابا مع وليت دابا مقابل الدريه دابا ومع هاد كورونا ما كاين لا بيع لا شراء لا راه تقريبا واحد 8 شهور حنا مريحين دابا اليوم شنو اللي فات ما كنطلب من الوزير يهضر مع الناس المسؤولين يشوفوا راه ما داكشي ماشي هو على المحسن شنو تقول دابا كنطلب من الوزير الصحه يشوف هادشي راه كيبان ليا ساهل ولكن تما راه صعيب هادشي ما كيحتاج شي محسنين ولا شي حاجه كيحتاج غير ديالنا يخدموا الا خدموا داك العطيب انا ما عندي ما ندير بمحسن نمشي كنطلب بنتي عرفت هاد المشكل انت دابا كون عندك كنت ديتي هاد البريفي كاع ما ولكن الا كنا فكرا بالفكره هذيك كنا دوي مسكين مسكين دابا داك السبيطار ديال الدوم كاين وخاوي كاين البلاصة ديالها وكاين كلشي راه كنمشي انا وكنشوف شنو كاين واللي بغى يعرف السبيطار يمشي لابس الصندالة ديال الميكرو الفوقية يمشيش لابس باش عرفت المستشفى هنا ولكن الا دخلتي لابس راه غادي تشوف شي حاجة أخرى حتى تخرج بحالك حتى يدفقو ومن وراك يجرى بزاف الا بغيت تعرف المستشفى لبس فوقية وصندالة ديال الميكرو ودخل ليه ما تدخلش بالباطب صفر ستة خمسة خمسة ثمانية ثمانية واحد أربعة أربعة واحد صفر ستة خمسة خمسة ثمانية ثمانية واحد أربعة أربعة واحد شكرا لك في هذا التواصل. Thank you.